مسيو. ايوه مسيو، انت اسمك ايه؟ جورج. عايزه حاجه يا ايفا انطوان؟ ايوه ايفا. انا عاوزه درس. درس؟ انت لسه لحد تاخدي نفسك؟ انا متعوده اخد دروس في كل المواد من ايام ما كنت في اولى ابتدائي، وكمان السنه فات منها مده ويا دوب الحق الم نفسي. طب استنى لغايه ما اكون مجموعه جديده، علشان كل المجموعات عندي كامله العدد. لا انا عايزه اخد لوحدي، وبالنسبه للفلوس مفيش مشاكل. طيب ده الكارت بتاعي في موبايلي ونمره البيت، خلي ماما او بابا يكلموني في اي وقت. ليه؟ هو انا ما نفعش؟ لا انت الخير والبركه طبعا، بس خليهم هم يكلموني يتفقوا معايا. اوكي اوكي. يا دوبك تخش عشان شايف مسيو اسعد بتاع الشيمي دخل. اوكي. ايه ده؟ ايه اللي جاب عربية رشا هنا؟ هي قالت انها هتعمل شوبينج، بس دي بتقول المحلات هنا ذوقها هيقرف. جايز عندها مشوار؟ جايز. صباح الفل. كنت عايز اسال حضرتك بس، ميدان روكسي فين؟ على طول على الشمال. اه ده بعيد بقى. لا ده قريب. اه طب معلش، انا مغترب عن هنا خالص يعني. بس انا اساسا من راس البر يعني حضرتك، وجيت اركب الطفطف ف طفطف احنا مشهورين بالمشبك، اصلنا احنا في راس البر عندنا مشبك. فبس ف يعني عايز ايه يعني؟ اي حضرتك مساعده يعني عشان اعرف ارجع بلدنا، واخد بالك؟ حضرتك اوعدك في اقرب فرصه يعني بجيب لحضرتك مشبك. شكرا هاي يا روحي. اتغديت؟ انت عارفه من غيرك ما يجيليش نفس. خش غير هدوم وبعدين اخبر لك السفر. على مهلك يا حياتي. انت جيت قبلي بكتير؟ لا لا، نص ساعه بكتير. انت اخبارك ايه؟ ابدا، من الصبح في النادي مع جيهان ورانيا. كانش عندك مشاوير النهارده؟ كان عندي بس كسلت، فضلت قاعده في النادي. وانت مش هتقوم تساعدني في تحضير السفره؟ اه طبعا يا حبيبتي، بس بيجي وانا هعصلك. ما تغيبش. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا، واذا ما كلمتنيش اوعدك اني مش هضايقك تاني وهكون اتعس انسان في الدنيا. انا اسمي احمد ابو النور. ايه ده، هي لسه بالبيجامه؟ يا ابني دي عيله. عيلة؟ لا مش عيلة، مش عيلة خالص. ده انت العيل. مساء الخير يا مسيو. انا ابتدي فين؟ يريحك على السفرة يا مسيو.
هي نبتدي بالطاء علشان هو ده اللي بيهم عليه منهج الجرامير كله. انا بكره كل الجرامير. مش مهم تكرهيه ولا تحبيه، المهم تفهميه عشان ايه. مش هتردي؟ ده واحد بيئه ومصمم يتعرف عليا، شتمته وهزقته كذا مره وهو ولا حاسس. مش عارفه اعمل ايه في البلاوي. عارفه تعملي ايه؟ ايه؟ تذاكري عشان تنجح. يلا نبتدي. كنا بنقول الطعم. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا. الو؟ ايوه يا فندم، انا احمد. مين؟ ايه ده؟ ده انا ما صدقت انك كلمتيني. ده عدى اكتر من اسبوع لدرجه اني خلاص كنت قربت افقد الامل. الساعه 9 خلاص اتفقنا، هتلاقيني مستنيكي قدام الباب. اوكي، باي. ميرسي. انجي اسمي. انجي. احمد. اسمي احمد. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا، واذا ما كلمتنيش اوعدك ان انا مش هضايقك تاني وهكون اتعس انسان في الدنيا. انا اسمي احمد ابو النور. انا مش مصدق انك حفظت الكلام اللي كتبته لك في الكارت. يمكن طريقتك في التعرف عليا شدتني وخلتني عايزه اقابلك عشان اعرفك اكتر. انا اللي اتشدت لك من اول مره شفتك فيها. عارفه ازاي؟ قريت ده في عينيك من اول مره شفتك فيها، وكنت مستنيه انك تحاول تكلمني. للدرجه دي كنت مكشوف قوي؟ بيتهيالي نبتدي نتعرف على بعض اكتر. تبتدي انت ولا ابتدي انا؟ ليديز فيرست طبعا. شوف يا سيدي، انا اساسا من اسكندريه واتخرجت من الكليه هناك. من وانا في اعدادي كان نفسي اكون فاشن ديزاينر، عشان كده خدت دروس في الخياطه والتطريز، وساعدتني اكتر دراستي للالوان في الفنون الجميله. ومن 3 سنين نزلت مصر وفتحت بوتيك صغير، وانا مصممه كل اللبس اللي فيه، وعندي زبايني هما يمكن مش كتير بس بيحبوا شغلي. وانت بقى؟ انا يتيم الاب والام، عايش لوحدي في شقه العيله في مصر الجديده. اختي الوحيده متجوزه ومهاجره امريكا بقالها كتير قوي، وبشتغل تكنيكال اناليست، يعني بشوف احوال البورصه وبنصح العملاء يشتروا ايه وما يشتروش ايه. وبعدين معاك يا رشا، دي حكايتك بالظبط. ده حتى مفيش ولا واحده من صحباتها ساكنين قريب من هنا، وحتى لو في ليه دايما تقول لي انها في النادي؟ صباح الفل. لو سمحت حضرتك، المهندسين منين؟ بعيد قوي. انت ايه اللي جاب